وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد نايف الحربي، كاتب صحفي ومهتم بشؤون الحج. مساء الخير سيد نايف. كان حجا استثنائيا هذا العام، ولكن المملكة العربية السعودية أضافت نجاحا آخر إلى نجاحاتها في كافة القطاعات عبر إدارته بجدارة واقتدار. ما الذي يعكس هذا النجاح؟ نعم، أول هناك يعني سر نجاح لحج 2020 اللي هو عام 1441، هذا الحج الاستثنائي يعني رغم الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في جميع دول العالم، نجحت المملكة العربية السعودية في إدارة موسم الحج، وسخرت حقيقة المملكة إمكانيات تنظيمية وصحية ضخمة لإنجاح الحج وضمان أمن وسلامة الحجيج، ولم تسجل ولله الحمد إصابة واحدة بين الحجاج، وهذا شيء يعني يحسب للمملكة العربية السعودية. المملكة فرضت إجراءات صحية مشددة على جبل عرفات، المتوجهين لمشعر الحرام، مزدلفة، منى، كل المشاعر ولله الحمد يعني كانوا الأطباء والمتخصصين موجودين ويتابعون حقيقة يعني هذه الإجراءات الصحية. وفي الموسم كانت خدمة العاملين بالمستشفيات الواقعة في المشاعر المقدسة مختلفة عن الأعوام السابقة، لا لكثرة عدد الحجاج بل لوجود إجراءات احترازية مشددة. لو أصيب حاج واحد لا أصيب كل الحجيج بهذا الفيروس. لكن ليس يعني عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية عن متى بذله في الحج أو في موسم الحج، لم تكن شأنا مثل ما ذكرتم في التقرير عما بذلته في مواسم ماضية، بل إنها تميزت في احتياطات صحية غير اعتيادية، لأن تحدي فيروس كورونا الذي أرعب العالم أجمع استوجب هذه الإجراءات الاستثنائية، ونجحت المملكة بشهادة الجميع. ويمكن شفنا تقارير منظمة الصحة العالمية، شفنا تقارير الدول، الكل يثني والكل يشكر والكل حقيقة يتحدث عن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية. نعم السيد نايف الحربي الكاتب الصحفي والمهتم بشؤون الحج، شكرا جزيلا لك.